شباب من جديد تحياتي. اليوم شرفنا صديقنا ومتابعنا مهدي حتى نصوره هالمرسيدس سي 300 فورماتيك لوك اي ام جي 2015، كتير حلوه، خليكم واحضروا الفيديو للاخر. خلينا نبلش. جونت اي ام جي 18 انش، الضوء ليد وكزانون، سنسر امامي، رادار فانكشن بتضرب الفيلم واحده عند الزوم. شوفوا الشفره ولا احلى من هيك طبعا لانها اي ام جي، ومن بعدها شوفوا هالجريل الحلو المميز. شباب خلينا نبلش بالسحبات الحلوين، ومن بعدها المراي بيفتحوا الكهرباء بقلب بلايند سبوت. شوفوا السايد سكيرتس كيف بيبقوا نافرين بس تكون السياره اي ام جي باكج، من بعدها كمان فتحات التومبوني لانها اي ام جي باكج، سنسر وكاميرا على الاريير، والاحلى واحلى انه غطى صندوقها بيفتح على الكهرباء. خلينا نشوف هالستوبات الليد الحلوين المميزين ولا احلى من هيك ديفيوزر. بنبلش بالداخليه، جلده اسود تيتانيوم رافقنا كل المشوار، درز البيضاء، السقف بانوراميك، وهي الدبل اي سي لاحلى شباب. بنبلش بالهيتد سيتس بالكراسي الاماميه، هيدي الشاشه هي الكبيره وبقلبها نافيجيشن سيستم وباك اب كاميرا. فاذا الكراسي سود ودرزتهم بيضاء وتقطيعتهم حلوه وسبور، وطبعا بقلبهم ميموري. بنبلش داخليتها سوداء حلوه ومميزه، هيدا الستيرنج ويل طبعا مالتي فانكشن، الشفترز نعم موجودين، هي التابلو مثل ما هيكون عم نشوف كبسه السعاده والاحلى من هيك. مثل ما اتفقنا هيدي الشاشه تعتبر الكبيره لانه بقلبها نافيجيشن سيستم هوب توب، ركبنا لنشوف الكاميرا والسنسر وما بدنا ننسى الهيتد سيتس. شوفوا شو لابق لها الاسود والدرز البيضاء والجلوسي بلاك، وما بدنا ننسى الداشبورد جلوسي بلاك، وهي لمحه عن الموتير الاربع سلندر التيربو. فاذا يا شباب اعملوا منشن لصاحب النصيب اللي طلبوا سي 300 اي ام جي باكج حلوه ومميزه، ومثل ما دائما بنقول الله يبعد ضرباته ويهني صاحب النصيب. رقمه لمهدي وصوره عنا على الويب سايت ركين موتورز دوت كوم.